بيعهم كوكسل واحد واحد ونبدا من التراب. اجي عليك التراب. روح روح حرام والله. الله ياخذ لوريس يا شيخ. يا اخي الله 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 شوت اخيرا ابلع يا شيخ ابلع. والله قاعد تسلك معي يا عيال مع ذا اللاعبين حقينا. عيال ذا مسفهل مستانس على لاعبيني. وحشه حارسه وحش وحشه. عاد اليوم يا جماعه الخير قاعد افكر كثير وكثير وكثير، هل انزل جيمنج في القناه هذه؟ يعني مواضيع بسيطه، يعني ما بيكون بي العاب شوتر، بيكون العاب مثلا العاب رعب والعاب محاكيات وفيفا زي اليوم. فيا اخوان اليوم عندنا فيفا، ولكن زي ما هو مكتوب في العنوان من الصفر اكس 2 او من الصفر مره ثانيه. كل يجي احد يتسال يقول يا تركي وش معنى الصفر اكس 2؟ الحين بقول لكم، خلينا ندخل الحين اللعبه. شوف اللعبه الحين شغاله. بوه او معلش يا اخوان خوفتكم، اسف اسف، بس غيرنا زاويه الكاميرا شوي. بكمل كلامي. طيب يا اخوان قاعد ادور من اليوم كيف احذف النادي. صار ما يبدك تحذف النادي للجزء. قررنا ان نسوي كوكسل كل اللاعبين، حرفيا كل اللاعبين، عشان نبدا من الصفر. والكوينز هذه بتروح، تشوفون الكوينز هذه اللي عندي بتروح وقاعد ولا ريال في النادي. ولا حلو باكين نبيعهم كوكسل واحد واحد ونبدا من التراب. اجي عليك التراب. فان دايك جايين من زمان يا عيال. شوف اربع كرة حمر بتطير الان. اللي بعده كاليدو كوليبالي. كم لعبت في جيم؟ شوف 74 جيم يا عيال كوليبالي، اربع كرة حمر برضه. مع السلامة كوليبالي، نجيبك ان شاء الله. جمال موسيالا، خلينا نقول موسيالا. 5-4 يا عيال، بس لعبت فيه بس 6 جيم تخيلوا، بس ما في مشكلة. مع السلامة موسيالا، نراك على خير. كل العيون المحتوى والله. هنا بصيع يا عيال، روبن نيفز نسخة المومنت يا عيال. لعبت فيه 26 جيم بس. على السلامة، نراك على خير يا روبن نيفز. والأسطورة مالكم 70 جيم. الله يعوضه يا رب. والكساندر مترو عفش يا عيال، لعبت فيه 49 جيم، تخيل سجل 87 جول. والله انه اله فتاكه. باذن الله نسويك من جديد، ما في مشكله. تقول يا عيال عشان المحتوى في طريقه اسرع نشيل اللاعبين هذول، نسوي فيها باكجات منها محتوى. اوكي والله اني صانع محتوى اسطوري. اسوي لايك سوي لايك. المشكله ما تستري ذي الفكره الا بعد ايش؟ بعد ما كرشت نص اللاعبين. الله من الدلع خصد. عاد ايه يا اخوان، يعني اذا عجبكم السلسله والفكره هذه واذا عندكم افكار نسويها في فيفا اكتبوا لي في الكومنت. ترى باذن الله بيكون في جيمنج واجد في القناه، مو زي اول انا كنت بخصص قناه خاصه للجيمنج انا بساحب عليها، بس بتكون العاب شوتر هناك يعني عرق. وتبغى عرق القناه في الديسكربشن، اي لعبه شوتر بك في بالك ان شاء الله تحصلها هناك. بس الالعاب الرايقه فيفا مع انها مو برايقه ابد، بس تابعني هناك اذا تبغى عرق. اوفر واتش، فالورانت، كول اوف ديوتي ان شاء الله بنزل بالمستقبل. اي صح، وباقي لنا شوي على 20 خلاص تواجد. اسف. صدقوني يا جماعه خيجت لي فكره، خل اللاعبين اللي يطلعوا لي من الفكجات نبدا فيهم عشان ما ارغب. بس اسمع لكم، الكوينز الحين بصرفها، العيب بصرفها، بس ايش رايكم؟ خلاص اتفقنا. عندنا 33 باكج يا ساتر والله كثير. فبفتح باكجات بالكوينز، عندنا 49,000 كوينز. طيب يا اخوان، وبكذا صار معنا 1 كوينز. تغيرت في السلسله، الباكجات هذه هي اللي بنفتحها وبنسوي فيها تشكيله. لان لو بلعب سيلفر وانا الحين ديفجن 7، لو بلعب بالسيلفر فانا في الديفجن 6 بعد، فبلعب بالسيلفر ولا البرونز معليش انجلد. معليش يا جماعه الخير، صح القانون قانون، بس ما ماشي. فاذا ما انت مشترك اشترك. يلا شوف الباكج الاول. بسم الله. ايطالي الدبليو، منو ذا؟ الشعراوي، كافو. والله سريع، والله حلو. يفيدنا في التشكيله، يفيدنا. اوه الدزات، اسوي اشياء كذا غبيه. اول شيء بنفتح بحق الكيبورد. بسم الله. مين انت؟ انجليزي عربي، ما في احد في انجليزي. ارنولد صح؟ اي والله. يا سلام، حلو. نايس. يلا الحين نبدا السلسله، نسوي تشكيله يا جماعه الخير ونجيكم. وهذه تشكيلتنا المتواضعه يا جماعه الخير اللي بنبدا فيها السلسله. وعطوني يا جماعه الخير، انا في سبي سي بسوي من زمان هذا حق التسوى، هل تبغون اكمله ولا اسحب عليه؟ لانه باقي له 18 يوم. باقي لي 4 تحديات بس، صح انه صعب اني اجيبها، بس شوف 87 87. يعني اذا تبغوني اكملها قولوا لي، اكتبوا لي في الكومنت اكملها ولا لا. بس باخذ لكم جيمين ان شاء الله ونشوف ايش يصير. عاد مع التشكيلات المخيسه هذه باذن الله مع الوقت بنضبطها. بيصير فيه زي الريكاب الاسبوعي، يعني كل اسبوع حلقه حلقتين، على حسب الحدث، على حسب الشيء. بس بيكون في حلقه حلقتين. وبسم الله نبدا اول جيم مع فريق خليها على الله، حرفيا خليها على الله. اخذ له عنده دام تراوري بعد. لا يا شيخ ارحم امك.
هذا مسفهل مستانس على لاعبيني. وحشة حارسة وحش وحشة. روح 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 روح. يو تكفى. انتوني 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 ماري ماري. يلا برأسك يرحم امك. يلا يلا يا الله. سايد سايد يا عمري حارسة. والله لي خلاص استسلمت توني. بس بفيفا يركض غريب عرض. الحمد لله الحمد لله النحمار. والله الحمد لله. روح 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 تكفى. روح الكورة سحب عليها. والله سحب عليها الكلب ذا. اخي انتوني انا ليش ملعبة ليش ملعبة يعني في الحقيقة مخيس. وفيفا مخيس برا. يلا يلا انتوني انتوني يلا دزمها. حلوة. يلا حرام عليك يا بنت يا بنتي يا بنت. توك داخلة ما اسمع عليه. روح روح حرام والله. حلوة والله انها حلوة الفكرة. الله ياخذ لوريس يا شيخ. يا اخي الله يا شيخ. خمزة عمزة. انا ليش الستر ون انا ليش الستر ون. حلوة يا جارسيا. يلا يا جارسيا. يلا يا جريليش جريليش. يا الله يا لوريس الله ياخذك ويكسر رجلك يا رب. يلا حرام هذه ما تتسجل. اخ الله يا اخي يا ابو السالفة الزق هذه. شوف سقعت في القائم. سقعت في القائم يا عيال. سقعت في القائم يا عيال. اخوان بس بعطي لوكاس هرنانديز ايفالويشن او تطويرات. راح اشوفه طاقات تصير 88 ما عليكم من هذا الابيض ما ادري وش هو. بس يلا شوفوا والله يصير قوي مره. اصل نعتمد نعم الفرنسيين والدوري الفرنسي. طيب يا اخوان اول تعاقداتنا في الميركاتو الفلفلي هو كامافينجا. بنجيب كامافينجا في الوسط يا عيال لان الوسط عندنا قاعد يعاني. بس هذه التشكيله بعد التطويرات البسيطه. بس يبغانا نغير خط الهجوم الحين ويصير تشكيلتها فتاكه. يا عيال تشكيلتي يا عيال الكلب تشكيلتي فيفا. تعطوني هذا ولا الله. روح الأسطورة. الحراس الحراس. حلوة. احمر والله مفروض احمر والله. يا عيال لازم العب تشكيلة فيها تكتيك. ما ينفع ابدا اني اهاجم. بلعب تشكيلة كذا فيها تكتيك بس تحضير اللعب. لازم احضر اللعب. اجنحة ما ينفع خلاص. اجنحة اكس. افك يا عيال افك. استغلها استغلها. جريليش تكفى يا جريليش. الله ياخذك. حتى في الحقيقة لعبك خراب وفي اللعبة زق. عيال مو موجود يا عيال. يا عيال مو موجود يا عيال. يا عيال مو موجود يا عيال. اخيرا بعد معاناة بعد معاناة يا عيال. كرثية 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 جارسيا. يا عمري يا جارسيا. يا لعيبة يا لعيبة يا بطلة يا بطلة. والله ذا لازم افوز عليه. ذا بيطرية والله لو لعب. بس لو لعب مسخرني حبيبي. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. يهو يهو قطعها يا يهو. يهو قطعها ياخذها مني. خلاص خلاص الله ياخذ يا شيخ. انسحب يا كلب. يلا 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 شوت. اخيرا ابلع يا شيخ ابلع. والله قاعد تسلك معي يا عيال مع اللاعبين حقينا. والله لا شوف محرك الحارس صح. والله انه محرك الحارس صح بس لازم يمشي غصب غصب يمشي. يلا خلها والله ابيها تعادل. انا طز رجال والله لاعبينا والله تمر غصب. الحمد لله الحمد لله. يلا يا عمري يا عمري يا عمري يا عمري. البديل الطائر البديل الطائر. يا الله يا الله الله يا رب.
والله لاخر وقت والله والله من حقي. الحارس حارسه ايش فمك؟ والله لاخر وقت والله والله على لاعبينك والله لاخر وقت. لازم 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 الحق يعني. ياس ياس معلي يسجل هدفين ومؤفق وياخذ ابو التشكيله فالى هنا وصلت المقطع. شكرا لكم على المتابعه، كان معكم ذا ترو ونراكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.